شيفر سانتي. في شيفر سانتي نحاولوا نقدموا لكم أرقام تكشف الواقع الصحي في تونس، وخاصة وصلتنا للأمراض المتسببة في الوفيات في تونس. هذا وأنه أكدت أن الحوادث اللي حلت في تونس كانت هي تحتلت المرتبة الخامسة من حيث عدد الوفيات المتسببة في تونس ب 1747 حال وفاة، أي بنسبة 3.8% من العدد الجملي الوفيات، من بينها 355 حالة وفاة ناتجة عن حوادث الطرقات. تليها في المركز السادس أورام الجهاز الهضمي اللي تثبت في 1693 حالة وفاة بنسبة 3.7%، والأورام الخبيثة بالقصبة الهوائية والرئة اللي كانت سبب وفاة 1593 حالة، أي بنسبة 3.4% من مجموع الوفيات. كما سجل المعهد 1491 حالة وفاة مرتبطة بالفترة المحيطة بالولادة، هذا في المركز الثامن اللي تمتد من الأسبوع الحامل 24 إلى اليوم السابع من العمر الطفل حديث الولادة. كانت هذه شيفر سانتي بالنسبة لليوم.